تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نشرة الحصاد من أورينت، أهلا بكم. مساء الخير، ونبدأ حصادنا بأبرز العناوين. باستثناء النفط، أمريكا تسمح بإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية شمال شرق سوريا وتعفيها من عقوبات قانون قيصر. ألمانيا تصنف الأطباء السوريين كأقوى مجموعة طبية بين حاملي الجنسية الأجنبية، وتحصي 5000 يعملون في مشافيها. بحجة حماية أمنها القومي، روسيا تهدد فنلندا برد عسكري حال انضمامها للناتو، والحلف يرحب بخطوة هلسنكي. وفي خبر اليوم، البيتكوين تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ 16 شهراً، وتخبط كبير في سوق العملات الرقمية. وكون أن السوريون هم أصحاب قضية وأيضاً الفلسطينيين أصحاب قضية. وفي صورة سورية، لوحة جدارية في إدلب وداعاً للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية السماح للمستثمرين الأجانب بإقامة مشاريع اقتصادية في مناطق شمال شرق سوريا بمعزل عن قانون عقوبات قيصر. الخطوة الأمريكية تهدف بحسب وزارة الخارجية إلى مساعدة المنطقة التي كانت في السابق تخضع لسيطرة تنظيم داعش. وبحسب ما ورد على لسان مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، فإن واشنطن ستمنح خلال الأيام القليلة المقبلة رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد والمحررة من تنظيم داعش. ومن المقرر أن ينطبق الترخيص على قطاع الزراعة وإعادة الإعمار، وأن يستثني مشاريع استخراج النفط وتصفيته. بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أكد أن أنقرة لن تعارض الاستثناء من العقوبات لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيا قصد والتي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني المدعوم تركيا. ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الباحث الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، أهلا بك معنا. هل فعلا أنقرة لا تعارض هذه الخطوة الأمريكية في استثناء مناطق سيطرة قصد من العقوبات؟ سعدتم مساء والمشاهدين. طبعا هنا ثلاث نقاط يجب ذكرها والتركيز عليها. النقطة الأولى، على المستوى الرسمي التركي لم يصدر أي تعليق أو تعقيب على هذا الكلام من قبل الخارجية الأمريكية. ثانيا، الولايات المتحدة في الملف السوري بشكل خاص وفي الشرق الأوسط بشكل عام هي متخبطة، مرة تتقدم خطوة للأمام، مرة تتراجع. الآن نرى أن حكومة بايدن تعود أدراجها إلى ما كان يقوم به سلفه ترامب من خلال الانفتاح على الاستثمارات في الشمال الشرقي وشمال شمال شرق سوريا بشكل عام، وحتى في الشمال بشكل مطلق. النقطة الثالثة هو أن تركيا في المجمل ربما لا يكون لديها مانع، سيما أننا كنا قبل أسابيع أو أسبوعين بالتحديد أن الحكومة التركية تعتزم أن تجهز البنية التحتية والفوقية لتجهيز لمن يريد العودة من السوريين من تركيا إلى تلك المناطق طواعية، من أحب أن يعود فليعد. في المجمل هناك التغير سوف يأتي في الشمال السوري، هل هو سوف يكون تقسيم للمناطق بحيث من المناطق التي تكون فيها تركيا والجيش الوطني سوف يصبح بهذه الاستثمارات الزراعية وإعادة الإعمار، والمناطق التي يستحوذ عليها الانفصاليين قسد وبالتالي كذلك سوف يكون هناك إعادة إعمار؟ طيب هذا إذا كان صحيحا وكان مقبولا، إلى أي مدى؟ هل سوف تكون هناك عزل ليد النظام بالمطلق عن مناطق شمال شرق سوريا حتى في المربعات الأمنية؟ ماذا عن الطيران الروسي؟ هل سوف يكون بالفعل تحت الضمان الأمريكي بعدم تعرض تلك المناطق كلها للقصف؟ هل النظام يتوافق مع هذه الرؤى كونها هي أراضي سورية في النهاية؟ الأمر بالفعل متداخل ومعقد، ولكن يبدو أنها سوف تكون عبارة عن بقع جغرافية مقتضبة هنا ومقتضبة هناك،
هنا يتم إنشاء الإعمار، هنا تتم الزراعة. لماذا يستثنى النفط؟ لأن النفط يجب أن يكون في يد الولايات المتحدة، ريثما تريد الولايات المتحدة أن تحسم الملف السوري وأن تضع له خريطة طريق واضحة كما تفعل في الملف الأوكراني على سبيل المثال. إذن نعم. الموقف التركي اليوم حتى هذه اللحظة الموقف الرسمي غير معلن، ولكن في المجمل نعم هناك تفاهمات ربما غير معلنة عن إعادة الإعمار، وبالتالي سوف يكون هناك أرضية وبنية تحتية وفوقية لمن يريد العودة من السوريين. ولكن هنا سوف نتواجه مع مشكلة أخرى، وهو وجود هؤلاء العناصر الإرهابية على مقربة وتماس من الوجود التركي أو الجيش الوطني السوري. كيف سوف يحل هذا الأمر؟ هل هناك ضمانات أمريكية لأنقرة من أن عناصر قسد لا تقوم بأي اعتداءات؟ نعم. أيضا سؤال يجب الطرح. نعم، يعني في حال اعتبرنا أن هذه الخطوة قد تكون من ضمن خطة إعادة المليون لاجئ التي تركز عليها الحكومة التركية، فعليا ما هي الضمانات التي ممكن أن تقدمها واشنطن لأنقرة بهذا الخصوص؟ تماما، هنا 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 التخوف التركي، وهنا عندما يصرح وزير الداخلية التركي ويصرح الرئيس أردوغان أننا سوف نجهز البنية التحتية والفوقية لمن يريد العودة من السوري، نحن لن نعيد أي سوري لجأ إلى أراضينا، من يريد العودة فليعود عندما تكتمل الأمور البنية التحتية والفوقية، ولكن مسألة الأمن والأمان هنا يعني عقدة المنشار كما تسمى. روسيا والنظام قد أعطى التفويض الكامل للولايات المتحدة، وبالتالي واشنطن تضمن ما سوف يكون من الأيام القادمة لأنقرة. أنقرة لن نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال. الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، نعم، تركيا في الشمال السوري، وإن كانت هناك ضمانات أمريكية ولكن تركيا لا تأخذها على محمل الجد، لأن هناك تداعيات واقعية ونحن مقبلون على انتخابات حساسة والأمر لا يتحمل المغامرة أو المقامرة. نعم، شكرا جزيلا لك الأكاديمي والباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. كشف التقرير السنوي لخبراء الهجرة في ألمانيا أن الأطباء السوريين هم الآن أقوى مجموعة منفردة بين حاملي الجنسية الأجنبية. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية أن أعداد الأطباء السوريين الذين يعملون في مستشفيات البلاد بلغ 5000 طبيب، وقد زادت حصتهم أكثر من 6 أضعاف منذ عام 2010. كما أوضح التقرير أن النظام الصحي في ألمانيا قد ينهار بدون الأطباء المهاجرين الذين بلغ عددهم نحو 130,000 طبيب بين مهاجر ولاجئ، أي ما يقارب ربع أطباء البلاد. في العراق، قصفت ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية مواقع في محافظة إربيل عاصمة إقليم كردستان شمال البلاد. من جانبها اكتفت حكومة بغداد بإدانة القصف الإيراني، والذي جاء بعد نحو شهرين من قصف مماثل استهدف مدينة إربيل وتبنته ميليشيا الحرس الثوري أيضا. كما العراق بأكمله، يبدو أن إقليم كردستان وعاصمته أربيل أضحى مشاعا لإيران وميليشياتها، فها هي اليوم ميليشيا الحرس الثوري تقصف ما وصفتها بأنها قواعد إرهابية في منطقة سيركان الحدودية مع إيران، مؤكدا إعلامها على تحذيراتها المتكررة من أنها لا تطيق أي نشاط ووجود للجماعات المسلحة الإرهابية في الشريط الحدودي في شمال غرب إيران، كما أنها ستوجه ردا حازما ومدمرا في حال رصد أي أنشطة مزعزعة للأمن بحسب إعلام تلك الميليشيات. حكومة بغداد التي لا تملك إلا الإدانة والاستنكار دانت القصف الإيراني الذي طال عددا من المواقع قرب إربيل، كما شددت على أهمية اللجوء للحوار واستدامته لمواجهة التحديات لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة بحسب بيان للحكومة. وعقب القصف بساعات، أعلنت ميليشيا الحرس الثوري اعتقال 5 أشخاص من داخل الأراضي العراقية ادعت أنهم متورطون بعمليات تخريبية مزعزعة للأمن داخل إيران. إذن فالاستباحة الإيرانية للعراق ليست سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ها هي تثبت الاستباحة الأمنية والعسكرية، وخاصة أن القصف على كردستان العراق ليس الأول، وإنما سبقه استهدافات لمحيط القنصلية الأمريكية والقاعدة العسكرية للتحالف الدولي داخل إربيل.
ولن يكون الأخير بحسب مراقبين، فلطالما استمرت طهران بخلق الحجج والذرائع إرضاء لأطماعها الاستعمارية والإجرامية. كشف تقرير مستقل لمنظمة الأمم المتحدة أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي تسببا في إفقار الناس من خلال تدمير اقتصاد البلاد بشكل ممنهج. يأتي ذلك في وقت كرر فيه المسؤولون اللبنانيون تعليق فشلهم على الوجود السوري، مرددين عبارة لبنان لم يعد يحتمل السوريين. تجفيف احتياطات العملات الأجنبية، حيث إن النازحين يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة، على سبيل المثال مصادر الطاقة. لطالما أرجع المسؤولون اللبنانيون كل إخفاق اقتصادي أو اجتماعي أو سواه للاجئ السوري، لكن الواقع كان يدحض افتراءاتهم على الدوام. تؤكد الأمم المتحدة في تقرير جديد لها أن هذه الأزمة أتت نتيجة لسياسات حكومية تراكمية فاشلة، وأن المسؤولين لم يقروا أي إصلاحات حتى مع تدهور الوضع. ويحمل التقرير الحكومة والمصرف المركزي المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان في لبنان وعجزهما عن تأمين حياة كريمة للمواطن على مستوى الضمان الصحي أو الاجتماعي طوال فترة التراجع المستمر منذ 3 سنوات، وأنهما المتسبب الوحيد في إفقار الناس وتدمير الاقتصاد. المبعوث الأممي الخاص لمكافحة الفقر أوليفي دي شوتر أشار إلى أن التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني دفع ثمنه المواطن، وأن المشكلة هي في شعور هاتين المؤسستين باستحالة محاسبتهما على ذلك. أصوات لبنانية خرجت مؤخراً، أبرزها كان البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي لتنضم لصوت الشارع وتؤكد أن السلطة الحالية بولاءاتها التي لا تخدم لبنان واللبنانيين أوصلت الوضع إلى الهاوية، بإشارة منه إلى الولاءات لميليشيا حزب الله، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التحرك العاجل لتغيير هذا الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الدعوة لمؤتمر دولي والعودة لاتفاق الطائف بما فيه نزع سلاح الميليشيات، وبأن ارتهان لبنان بقضائه ومؤسساته المختلفة لهذه الميليشيا وداعمها لا يمكن الاستمرار به، وأن مصلحة اللبنانيين وخلاصهم في التخلص من هذه الأطراف وسلطتها الخانقة للبلد. لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث صدرت تقارير أممية أخرى أثبتت أن أكثر من 70% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر بالتزامن مع الانهيار الحاد لليرة اللبنانية، حيث خسرت ما يقارب من 90% من قيمتها، هذا فضلاً عن الأزمات السياسية والاجتماعية والإقليمية التي تزيد الأعباء على المواطن اللبناني يوماً تلو آخر. وفي إيران تتواصل المظاهرات الشعبية ضد نظام الملالي لليوم السادس على التوالي، مطالبين بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي. وبث ناشطون مقاطع مصورة لمظاهرات في الأحواز ومدن إيرانية أخرى خرج فيها المعلمون للمطالبة بتحسين رواتبهم، في حين طالب ذوي المعتقلين بالكشف عن مصير أبنائهم. توعدت روسيا فنلندا باتخاذ خطوات عسكرية تقنية في حال انضمامها إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو. وزارة الخارجية الروسية اتهمت الناتو بالسعي لمواصلة التوسع إلى حدود روسيا لإنشاء جناح جديد للتهديد العسكري لموسكو من خلال إصراره على ضم فنلندا. جاء ذلك ردا على إعلان هيلينسكي رغبتها في الحصول على عضوية الناتو، أعقبها ترحيب كبير من واشنطن والأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، الذي قال إن عملية انضمام فنلندا ستكون سلسة وسريعة إذا ما تقدمت بطلب لذلك. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو عبر الهاتف المحلل السياسي ديمتري بريجع. أستاذ ديمتري، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد من أورينت. يعني بداية،
هل ستنفذ روسيا تهديداتها في حال انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو؟ يعني هل سنشهد غزو جديد على غرار ما حصل في أوكرانيا؟ كل شيء وارد حتى الآن. يعني رأينا تصريحات في بيسكوف قالت أن يعني استمرار توسع الناتو خط الحدود الروسية قد يهدد الأمن القومي الروسي وقد يهدد مصالح روسيا في المنطقة. وكما يعني الآن أعتقد بأن الكرملين لم يكن يتوقع بأن يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستؤثر على الدول الأخرى المجاورة أو الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي لكي ينضموا إلى الناتو. الآن هذا الشيء، هذه الخطوة قد تصاعد الوضع وقد نرى المزيد من التصعيد في الأشهر القادمة. هتنعرف بأن الآن حتى يعني التصريحات الرسمية من الحكومة الروسية تقول بأن لن نرى حلا دبلوماسيا للملف الأوكراني، بل سوف نرى مزيدا من التصعيد. وحتى في الخطابات الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال وحذر بأن الناتو يهدد الأمن القومي الروسي، وبذلك نرى بأن يعني الآن الخطوة الأساسية هي مزيد من التصعيد وليس يعني نقاش أو حوار دبلوماسي. سيد ديمتري، يعني هل تختلف التقديرات كون فنلندا دولة في الاتحاد الأوروبي وهو ما لم تستطع أوكرانيا الحصول عليه؟ لا أعتقد ذلك. يعني عضوية الاتحاد الأوروبي لا تؤثر على يعني على تحركات السياسية للكرملين. أعتقد بأن لو كان حتى أوكرانيا كانت ضمن الاتحاد الأوروبي هذا الشيء لن يكون يعني لن يقف حاجزا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لأنه الآن الطموح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو لديه طموح كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، وهو يرى بأن أي دولة قد تهدد المصالح الروسية أو تهدد الأمن القومي الروسي هي دولة خطيرة، ولذلك يعني سوف يكون لها رد. ما هو الرد حتى الآن هو غير معروف، ولكن رأينا من التصريحات الرسمية بأن روسيا الآن تجهز لأي رد على أي يعني تهديد الأمن القومي الروسي. نعم، أخيرا، يعني جميع المحللين أو معظم المحللين يقولون إن روسيا خسرت الحرب في أوكرانيا. هل بإمكان روسيا اليوم فتح جبهة جديدة ضد الناتو، خاصة إذا وقف الناتو بكل قوتها العسكرية إلى جانب فنلندا؟ أعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن هو لا شيء يستطيع أن يخسره، وأدخل روسيا في هذه المعركة مع الغرب، وكان من المتوقع أن يحدث ذلك. نعرف بأنه جاء من النظام السابق، نظام الاتحاد السوفيتي، وجاء من المخابرات السوفيتية، وأعتقد بأن يعني الآن هو لا يخسر أي شيء إذا أدخل روسيا في معارك شديدة مع الغرب، لأنه هو قال حتى في عيد النصر في خطابه السياسي قال بأن يعني الآن الناتو تريد وكانت تهدد الأمن القومي الروسي، لذلك هو اضطر للعملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، ولذلك يعني هو يمكن أن يأخذ خطوات يعني صعبة أكثر من ذلك، أو أن يكون أبعد من ذلك الرؤية السياسية. نعم، وصلت الفكرة. المحلل السياسي ديمتري بريغا كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، أشكرك جزيل الشكر. هبطت عملة بيتكوين المشفرة إلى أدنى مستوى لها منذ 16 شهرا، حيث تراجعت إلى 28,379 دولارا أمريكيا، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2021. وتواصل العملة انخفاضها جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا، حيث تراجعت أيضا بسبب انهيار عملة تيرا يو اس دي التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع، ما خلق تخبطا كبيرا في سوق العملات الرقمية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس المحلل والباحث الاقتصادي يونس الكريم. أهلا بك معنا. ما الذي يحدث في سوق العملات المشفرة؟ أول شيء مساء الخير لحضرتك وكل المشاهدين الكرام. بس في تصحيح حول التقرير اللي طالعته قبل شوي، هو فقدت العملة تيرا 95% نتيجة ارتباطها واحتياطات هو بالبيتكوين وليس بالدولار. نعم. فقط للتنويه. الحقيقه العملات الرقميه الان تعاني انهيار
متتابع نتيجة عوامل كثيرة. أولا عدم وجود بنية تشريعية حقيقية للعملات الرقمية، رغم أنه هذا يعتبر أحد النقاط القوة حسب المحللين كثر، لكن بالمقابل يعطي عدم استقرار وعدم أمان باتجاه هذه العملة نتيجة الصراع ما بين الاقتصاد المادي والاقتصاد الرقمي. الاقتصاد المادي المدعوم بالعملات الذهبية بالنظام الاقتصادي المعروف حاليا، سواء كان اقتصاد رأس مالي أو نيو رأس مالي، في حين الاقتصاد الرقمي الذي يتم عبر شبكات الانترنت والذي يكتنف الكثير من الغموض للناس العوام. النقطة الثانية وهي أهم، الحرب الأوكرانية الروسية ومحاولة روسيا الاعتماد على العملات الرقمية للتهرب من العقوبات الأوروبية، مما جعل الكثير من المستثمرين يخافون أن يرتكبوا أي خطأ غير مقصود بالتداول عبر منصات معينة بالعملات الرقمية، مما يشملهم العقوبات الأمريكية الغربية، وبالتالي تضيع أموالهم وتأتي عليهم عقوبات كثيرة. لذلك هناك خوف وأحجام. حتى الوضع الصين الآن وضع مقلق من ناحية محاولة غزو تايوان أو الإيحاء بأنها سوف تغزو تايوان. بالمقابل الاقتصاد الآن يعاني من ركود تضخمي، وهذا الأمر نتيجة كورونا، وبالتالي الأمر بات مربك للعملات الرقمية، لأن العملات الرقمية ترتبط بتوفر السيولة. كلما توفرت السيولة كلما كان الاقتصاد يعاني من بحبوحة يزداد، وتكون علاقة طردية مع العملات الرقمية، وبالتالي يزداد الاستثمار بالعملات الرقمية. كلما حدث انكماش حدث تدهور اقتصادي معين ينعكس مباشرة على العملات الرقمية، مما يدل أن العملات الرقمية يتم الاستثمار بها بفائض الأموال نتيجة، وبالتالي هذا حسب طبيعة العملة الرقمية أنها عملة، أنها أصل للمضاربة وليس أصل للاستثمار أو للاستثمار متوسط المدى أو طويل المدى. وما نلاحظ أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة أيضا أثر على سياسة القطيع، حيث بات الناس يخافون عدم توقفت البحث عن العملات الرقمية من جهة، وبالتالي لا فقدت هذه العملة بريقها، وبعد خروج من التنقيب عن والتعدين عن العملات الرقمية هذا أثر على التداول العملات الرقمية، حيث كما ذكرت قبل قليل فقدت بريقها. نعم، طب من المتضرر الأكبر من هذا التراجع في المستمر في سوق العملات المشفرة؟ المستثمر الصغير، المستثمرين الكبار، من هم المتضررون الأكبر؟ الحقيقة يعني معظم الآن سوق العملات الرقمية هناك 4 إلى 5% يملكون أكثر من 90%، والباقي هم يملكونها الصغار المستثمرين. هؤلاء هم كبش الفداء، لأن هؤلاء الكبار اشتروا العملات الرقمية بأسعار زهيدة عندما لم يكن أحد يسمع أو أحد يلقي بالا على العملات الرقمية، في حين صغار المستثمرين انساقوا خلال الأشهر الماضية أو حتى العام الماضي حول الأرباح والخيالية التي كانوا يطمحون أو يحلمون بالحصول عليها، وهؤلاء استثمروا أرقام صحيح صغيرة مقارنة بحجم أو سعر العملة الرقمية ذات الوحدة الواحدة، لكن بالمقابل هؤلاء يشكلون المحفظة الأكثر دفعا بالأموال، أي أن هؤلاء صح أنهم يملكون 4% من القيمة الإسمية، لكن فعليا هم يملكون كل العملات الرقمية، هم الذين يدفعون نعم. $150 أو $50 أو $200 كحد أقصى على هذه الاستثمارات، لكن المحصلة هي أرقام طيب. كبيرة جدا جدا. نعم، طب باختصار يعني هذه كما تحدثت قبل قليل هذه العملات هي من الأصول الخطرة التي يعني يسارع المستثمرون بالانسحاب منها والخروج منها بمجرد مجرد ما كان هناك أي فزع في السوق، فهي لا ترتبط لا ببنوك ولا توجد أي جهة رقابية عليها. ما هو مستقبلها هذه العملات وكيف يمكن الوثوق بها؟ الحقيقة الآن العملات الرقمية تعاني من وضع صعب جدا طالما لم يتم تداولها من قبل شركات متعددة الجنسية، لأن العملات الرقمية لا يمكن أن تكون جيدة، يعني يوجد خيارين، أما أن يتم طرحها عبر شركات متعددة الجنسية وبالتالي هذه العملة تصبح وحدة واحدة قابلة للحياة والتطور وهي تناسب النظام الاقتصادي الجديد ما بعد النيو رأسمالية،
هذه واحدة، أو أنه سوف يتم تهجينها من قبل البنوك المركزية وبالتالي تفقد العملة الرقمية جوهرها وتصبح تغدو كأي عملة عادية تصدرها البنوك للتداول للسياسات، وبالتالي هنا نصبح دولار ودولار رقمي، أي يفقد هذه الإمكانيات هذه التي يتم تداولها حول أن هذه العملة بعيدة عن البنك المركزي تعمل على ثورة ضمن الاقتصاد الأنظمة الاقتصادية. هذا الأمر هنا الخياران، طالما لم يتم تداولها من قبل الشركات متعددة الجنسية كوحدة واحدة وحتى الآن لا يوجد مستقبل، الآن سوف يتم احتضار هذه العملة. نعم وصلت الفكرة. المحلل والباحث الاقتصادي يونس الكريم كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. في وداع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، رسم فنانون في إدلب صورتها على جدار منزل دمره قصف ميليشيا أسد في مدينة بنش شرق إدلب. الفنانون قالوا إن الرغبة في القول للعالم بأن استهداف شيرين هو استمرار لإسكات الصوت الحر والكلمة الصادقة هي من دفعتهم لرسم هذه اللوحة. نتابع. ناشطون وفنانون سوريون الآن يعملون على تجسيد لوحة لعملية الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفية شيرين أبو عقلة، وكون أن السوريون هم أصحاب قضية وأيضا الفلسطينيين أصحاب قضية فالألم واحد والتضامن واحد مع حرية الكلمة وحرية نقل الحقيقة. طبعا من إدلب تعزينا لأهلنا في فلسطين وبشكل خاص تعزينا للشهيد شيرين أبو عاقلة، نتمنى إن شاء الله السلامة لبقية الصحفيين الموجودين في فلسطين. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تضامن فيها فنانون من إدلب بلوحات جدارية مع أصحاب الحق والقضية كما حدث مع الصحفية شيرين أبو عقلة. بالفعل نادى، يعني ربما تكون إدلب هي بوصلة الحق التي نراها نحن اليوم. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الحصاد من أوريان، شكرا لطيب المتابعة، أينما كنتم دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.